نزول فرصه مع الاستاذ ماهر. مرحبا. الراي ديالو في المناخ ديال ما قبل الانتخابات بعموم عماده المحمدي، كيف كتشوف الجو؟ الجو العام ديال الانتخابات في المستوى الوطني يعني من ناحيه التنظيميه الحمد لله كنظن انها الامور غادي ميسره فيما يخص التنظيم. داخل حزب البيع والتنميه على المستوى الوطني احنا كنشتغلوا، حاولنا نغطيو اكثر من يعني اكثر ما يمكن من 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 يعني تكون عندنا اكبر تغطيه فيما يخص التراب الوطني. داخل جامعه المحمديه الحمد لله احنا كنشتغلوا على اساس نغطيو جميع يعني التراب ديال الجماعه كباقي الاحزاب السياسيه الاخرى. كنتمناو ويعني وهذه الرساله كنوجهها من خلال هذه المنابر الحره يعني ان بغينا تكون هذه الانتخابات تدوز مدينه المحمديه بواحد الجو ديال الشفافيه، واحد الجو ديال واحد المناخ السياسي ايجابي. وحنا رافعين داخل الحزب بيئه وتنميه المستدامه شعار ديال بغيناها تدوز نقيه، بهذا المفهوم بغيناها تدوز نقيه، هذا الشعار رافعينه داخل الحزب لانه الحمد لله الان احنا على يعني الابواب ديال الانتخابات، وبغينا نوصل واحد الرساله للناخبين على اساس ان هناك احزاب سياسيه نزيهه، احزاب سياسيه اللي كترفع الهم ديال 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 المواطن. خير دليل هو اننا داخل حزب البيئه والتنميه يعني من حنا تزكيات المجموعه ديال الاخوان داخل الحزب اللي عندهم علاقه مباشره مع الساكنه، اللي هز الهم ديال الساكنه. يعني حاولنا اننا نبعدوا على اننا نمنحوا التزكيات فقط لواحد فئه معينه اللي كما يقال عليها اصحاب الشكاره او الناس اللي كتعتمد على المال، يعني او اللي كيجي عندنا كيقول لنا اعطينا غير التزكيه ديال الحزب وحنايا غادي نتكلفوا بالباقي. لا، حنا حاولنا نتواصلوا مع المجتمع المدني، حاولنا نصارعوا يعني نتواصلوا مع الاخوان داخل الجمعيات، حاولنا نتواصلوا مع الساكنه منذ البدايه وطلبنا منهم عطيونا ممثلين ديالهم اللي قدروا يترشحوا ويتكلموا على هذا. وهذا صراحه خلق واحد التخوف كبير لدى مجموعه من الاحزاب السياسيه المنافسه، وكان يعني كنتمنوا اننا حنا نجحنا في هذا الامر وان شاء الله يكون خير باذن الله.